متشكرة مربوحة. العفو يا كبير، ما كنتش هلحقك يعني. هلحق مين؟ أصيلة. إذا كان على الأصل موجود بس ما تزعلش مني. أزعل ليه يا بت؟ عشان يدي خدلت وشكلها سيبة بت. لا 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 أمسكي نفسك يا بت. ما قدرش. اسمعيني زين، لو يدك فلتت حقو على الكهرب وموت. بعد الشر عليك، بس يدي خدلت ما قدرش. بص انا 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 هنقل يد دي بيد التانية، وساعتها انا اللي هتحرك بشده. يا متخلف يا جاموس، لو عملت كده هتتكهرب، ولا انسان موصل جيد للكهرباء كده هتكهرب انا كمان واموت. ها ايه اتحملتي ولا ايه؟ عاوز اعطس. امسك نفسك. طب ينفع كح؟ هو اي افرازات وخلاص؟ هتنفي ولا ايه؟ شكلي بلعت دباني. بروتين بروتين ومناعه. كنت عاوزه افتحك في موضوع، يعني انا عارفه ان الظرف مش مناسب ولا يعني الحاله مناسبه. قول يا مربوح. كنت عاوزه اغير المحمول واجيب غساله صحون. انت بتستغل الظرف يا مربوحه. اه يدي خدلت، شكلها سيبك يا كبير. لا لا يدي شكلها لا خلاص. حجيب حجيب حجيب. طب احلف وحياتك. يلا يا بنت.